سنتعلم إن شاء خطوات القدم للشخصية من نافذة التوب، ضع مجال أمام الشخصية، اختار هذا الخيار، ثم حدد هل تريد يجري أم يقفز أم يمشي. هنا الخيار الثابت، هنا اللي بدأ القدم، بدأ رسم القدم. تأكد من النقطة التي تحددها على شريط الوقت ستبدأ الحركة، يعني الآن ستبدأ الحركة من الفريم 39. الآن كل خطوة تمثل قدم، هنا للتأكيد بدأ يسير بهذه البساطة. الآن تم اختيار القدم، لاحظ يمكنك جعل الخطوات منحنية أو يمكنك جعلها متباعدة. هاي لو كان هناك اجدار في الطريق، أو إذا أردت أن تباعد بين خطوات سعيدة بدون ثني. الآن نعم باعدنا الخطوات بين القدمين. لاحظ الخيارات المتوفرة لديك هنا لجعل الأقدام تسير وليس هو، من أجل رؤية ثابتة لك. هذه وسيلة للنظر، ولكن للتسجيل طبعا ليست هكذا. إنها للنظر ومفيدة جدا، في بعض الأحيان تضطر إلى الجري وراء شخصية أثناء التصميم أو وضع الحركة. هنا يظهر لك اللينك فقط ولا يظهر لك المجسم، مجسم البايبل. خيارات الأظهار، نحضر الخيارات الأخرى. الآن يمكنك اختيار أي قدم منه وإلغائها إن كنت لا ترغب بها. أنت حر التعامل مع القدم. يمكنك التباعد بين الأقدام يدويا أو حتى رفعها إن كان يتسلق درجة مثلا. يمكنك بمجرد اختيار القدم ورفعها سيرتفع معها. لاحظ بساطة الموضوع، أنا وضع أقمام للقدم أو أخفاها نهائيا. هنا خيارات القدم، الأقدام، تحديد اللون، القدم اليسرى أو اليمنى، إظهارها، إخفاءها، إظهار الأرقام عليها، إخفاء الأرقام عليها، وهكذا من الخيارات. الآن إذا أردت أن تنشئ حركات جاهزة، الآن تقوم بصنعها بيدك.
من هذا الخيار، طبعا تحدد إن كان يجري أو يسير وهكذا، وهنا تحدد الخطوات هل يبدأ بالرجل اليمنى أو اليسرى، وتحدد هنا عدد الأقدام، وهذه الخيارات لخطوته الأولى التنصيب الأخير والتنصيب الجديد. تنفيذ، بدأ يسير، لاحظ حددت الفريمات التي أريدها وعدد الخطوات وبدأ يسير بكل بساطة.